السلام عليكم. في قصة حزينة وغريبة نوعا ما، الخلاصة أن أحيانا الحب لا يكون كافيا. هذا الشاب اللي قدامكم حب فتاة، حب صادق لمدة سنين، وكان ينتظر اليوم اللي يأتي فيه ويخطبها، لأن حالته المادية ما كانتش تساعده في ذاك الوقت. فواش دار؟ قام وراح يعمل وخدم بجد ونشاط ليلا ونهارا باه يجمع المال من أجل الزواج. وعلى حسب ما نشر قال باللي كانت الوالدة تاعو أو صاحب المنشور، قال الوالدة تاعو كانت دائما تدعو له، تدعي لهذا الشاب هذا بالتوفيق، يعني باه يجمع روحه ويجمع المال باه يقدر يتزوج. وذات يوم استطاع أن يكون نفسه وراح يخطب البنت اللي حبها من أهلها، وتمت الموافقة الحمد لله إلى حد الآن. فرح بزاف بذلك، وقام بتحضير تجهيزات الزواج من أتات حتى بدلة الزفاف. وجاء الخبر كالصاعقة. الخبر وش يقول؟ فسخ الخطوبة من الإنسانة اللي كان خاطبها واللي حبها منذ سنين واللي تعب على جالها، فسخت الخطوبة. وهذا لماذا؟ لسبب أنها تقدم لها واحد من الأغنياء، وتمت الموافقة وتزوجت من الشخص الغني، وكانت الصدمة قوية على هذا الشاب. هو الآن كما ترون في الصور، هو الآن مجنون يهيم في الشوارع ويرتدي بدلة الزفاف. إلى بعض الناس، اتقوا الله في عباد الله.